حقيقة الوضع. ده فيما يخص كوبا وجهازه، لأن دول على حد معلوماتنا، على حد معلوماتنا اللي اتفتح معاهم باب مفاوضات بصفة شفهية. أنا كنت عارف المعلومة ديت امبارح، أقسم بالله كنت عارف، ومرضينا نتكلم فيها ولا نقولها ولا نكتبها حتى احتراما للناس اللي شغالة، وعشان ده مش توقيته، وإن أنت تقعد ترمي أسماء بالمنظر ده بيتم التفاوض معاها، واللي يطلع يقول لك جاي الخميس الجاي وعلاقة بطيارة وإعلاميين من نادي الزمالك. والمصيبة والكارثة هي تمام دبور، المصيبة والكارثة إن الإعلاميين اللي بيشتغلوا في نادي الزمالك هم اللي بيطلعوا يقولوا هذا الكلام، يعني كمان مش من بره، يعني مثلا قناة الزمالك الإعلاميين اللي فيها هم اللي بيطلعوا يقولوا الكلام ده، وبعد كده يطلع يقول لك احنا بنتحارب من بره. لا احنا بنتحاربش من بره، ده كده الحرب من جوه. واحد زي الاخ اللي بيقدم الاستوديو الرئيس اللي مش عارف له مقاس جاكيته، تمام، كل شويه جاكيتته لون، كل شويه باتجاه، كل شويه مش عارف بايه، مش عارف له موقف، ولا عارف له انت بتحب الكيان ولا بتحب نفسك ولا بتحب مرتضى ولا انت ضده ولا مع اللجنة دي ولا انت ضد اللجنة دي. انا ما بقتش عارف انت مع مين وضد مين. طالع بيتكلم في سيناريوهات، الاخ طالع يعني، وانت مش عارف، وانت كنت لعيب كورة، ما انتش عارف ان انا كلعيب كورة لما ابقى عارف ان المدير الفني اللي قاعد قدامي في المحاضره ده بيقول التشكيل ماشي بعد الماتش، انا هنزل ملعب هيبقى شكلي عامل ازاي؟ مش عارف انه انا مدير فني شغال واسمع ان الاداره بتاعتي بتتفاوض مع مدير فني تاني، وضعي هيبقى ايه؟ هشتغل ازاي؟ هيبقى ليه نفس؟ يعني لو انا مدير فني ماسك نادي الزمالك دلوقتي وبيتقال ان انا جاي، او مدير كوره، وانا برضو باكد لحضراتكم الحلقه بتاعتي بتاعت امبارح والحلقه بتاعت اول امبارح كنت باكد عليكم موقفي واضح ومعلن، انا مع بقاء باتشيكو وجهازه بالكامل، ولا انا غلطان؟ الناس اللي بتتابعني كل يوم ماشي، موقفي واضح ومعلن، انا مع بقاء باتشيكو وجهازه بالكامل دون حذف او اضافة لنهاية الموسم. صح كده ولا غلط؟ موقفي ده معلن من اول يوم. لو عايزين تعملوا تغييرات في قطاع كورة اعملوها على مستوى الادارة العليا، ما تعملوهاش على مستوى الفرقة، حافظوا على الفرقة وحافظوا على البتاع ده، وربنا هيكرم وهيدي. وقلنا نعمله اذا كنت لجنة كورة او كده، ده كان موقفي وده كان رأيي، يتاخد بيه ما يتاخدش بيه، مش مهم، مش دي القضية بالنسبة لي. انما هو القضية الحقيقة بالنسبة لي اللي انا بقوله لإحدى القضية. فيما يخص بقى موضوع كارتيرون، برضو عشان انتوا تبقوا عارفين، يعني كارتيرون بيواجه متاعب في التعاون السعودي. كارتيرون بمنتهى البساطة ممكن جدا في يوم وليلة بالسلامة باي باي، يمشوا يقيلوا، سهلة جدا يعني فيهاش مشكلة يعني عند الإخوة في نادي التعاون. طيب يبقى حتة كده بقى براوليه زي ما احنا بنقول، يعلي نفسه ويعزز نفسه بتاع في التعاون، يروح رامي في السوق هنا، والسوق عندنا هنا كبير وواسع، والاعلاميين هنا يعني في كتير قوي، وفي ناس كتير قوي، حتى يعني سهل جدا ترميله كلمه، سهل جدا ترميله معلومه ياخدها، ولا بيتاكد ولا يروح طالع ونازل وناشر وقايل وعايد وقصه. طيب هو كارتيرون بالعقل كده، يعني بالعقل كده للي هم اصحاب الدعاوي ديت، يعني بالعقل، يعني هو كارتيرون اللي مشي من نادي الزمالك علشان مستحقات مالية اتأخرت وهرب، هو مش مشي، هو هرب علشان الألفاظ تبقى
محطوطة في سياقها الايه؟ في سياقها الطبيعي. راجل اللي هرب من نادي الزمالك على فكرة هرب قبل ما باتشيكو يجي بسبب المستحقات المالية. بسبب المستحقات المالية. هيرضى يجي وهو يعلم علم اليقين نادي الزمالك عنده أزمة مالية؟ بالعقل كده؟ أدي واحد. اتنين، أنت بقى كنادي الزمالك، أنت كنادي الزمالك، هل الإدارة اللي موجودة الناس المحترمين جدا الأفاضل الأجلاء دول يعني الناس المحترمة العالية جدا دي، الناس دول هيقبلوا على نادي الزمالك إن واحد سابنا وهرب؟ تمام؟ النهارده لما البديل بتاعه اللي هو باتشيكو، ما هو جاي بديلا لكاتي هو او خلفا الخليفه بتاعه يعني، لما يقع له في ماتش ولا في ماتشين ولا الناس تغضب عليه في تغييره ولا تغييرتين يجيبه هو تاني؟ تاني للدرجه دي نادي الزمالك خلاص يعني؟ ما يعني يعني خلاص احنا للدرجه دي كده الدنيا بقت سهله عندنا؟ ما عندناش اي نوع من انواع الاعتبارات؟ ها؟ تمام؟ ازاي يعني؟ ده راجل، ده راجل لو هيجي مرنا ببلاش هنرفض. انا اقدر اتكلم على لسان انا، يمكن ناس تانية توافق، الله اعلم يعني، الله اعلم يعني. وبعدين ما الاداره ديت اللي خدت موقف قوي جدا 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 من الراجل بتاع باريس سان جيرمان ولا الفرقه بتاعت فرنسا دي كان اسمها، اللي كانت عايزه مصطفى محمد، كان اسمهم ايه؟ حد يفكرني ولا يا جماعه؟ تمام؟ لما طلع وقال لك ان في ناس في نادي الزمالك طالبين عمولات ومش عمولات، وبعد كده وافقوا سانت تيان وافقوا بخمسة مليون دولار وكاش، خمسة مليون دولار وكاش، والاداره ديت طلعت محترمه جدا 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 و قاست للمبادئ والقيم وقالت لك لا، قالت لك لا، حتى لو هتدفع الفلوس كاش مش هديهولك، وانا بقى مصمم تطلع تقول لي مين اللي طلب منك الفلوس. هرد لك يا طاهر على الكلام ده. واحد بقى بيقول لي ايه كمان؟ فالمهم يعني الهربان ده ما ينفعش يرجع تاني. واحد هيقول لي ايه؟ طب ما باتشيكو نفسه يا كابتن تامر كان هربان ورجع تاني. واحد هيقول لي كده، هقول له صح، انت كلامك صح، بس الكلام دوت مع اداره قبل كده احنا هاجمناها وهاجمنا سياساتها وهاجمنا اسلوبها، تمام؟ هاجمناها وهاجمنا سياساتها وهاجمنا اسلوبها اللي هو بيوقع على الزمالك. فمش معقوله هيتم استنساخ نفس اسلوب الاداره اللي فاتت بكل السيئات اللي فيه. الاسلوب بسيئاته دي مش معقوله هيتم استنساخه مره اخرى، يعني مش معقوله هياخدوا نفس القرارات اللي قبل كده، مش معقوله هيفكروا بنفس التفكير اللي قبل كده، مش معقوله هيمشوا نفس النهج قبل كده اللي الدنيا كلها غلطته، يعني ما اعتقدش، ما اعتقدش. اذا كان ده كبوه واقعه غلطه سموها زي ما تسموها بتاعت الاداره اللي فاتت ما جايب باتشيكو بالرغم من انه هرب قبل كده، تمام؟ فما اعتقدش ان الاداره دي ممكن تعمل كده في كاتيو. ده تصوري، ما اعرفش يعني، ما اعرفش برضو يعني، ما بنحاول نتواصل مع الناس، انما يعني الحقيقه ما اعرفش يعني هم عاملين سياج من السريه بشكل ايه؟ بشكل كبير. لما تنضف يا ابتسام سامي اليوسفي، لما تنضف وتبقى قناه كذا، لما تنضف شويه كده، لما تعبر عن الكيان ما تعبرش عن اشخاص. طيب النهارده كوبا قال لا، ما انا لو هغلط بقى عادي يعني، ما انت عندك كوبا وعندك كاراتيرون وعندك باتشيكو يعني عادي وكلهم كاب. باتشيكو النهارده بيجي له غضروف في التمرين على حسب بعض المصادر ما قالت لي، تمام؟ انه هو بيجري مع اللعيبه في التمرين التواء، جاله غضروف في الركبه، جاله غضروف في الركبه. طبعا الف سلامه،
انما راجل على حسب برضو. تمام تمام انما طبعا عشان هو راجل عنده ماتشين مهمين وبتاع، مصمم ان هو يدير الايه الماتشين بالرغم من اصابته في غضروف الركبه. الف سلامه يعني، مش هنتكلم ونقول الا الف ايه، الف سلامه. تمام، الف مليون سلامه على مستر باتشيكو بعد اصابته بغضروف الركبه النهارده. اوكي خلاص كده، يبقى كده احنا حطينا النقط على الحروف فيما يخص ايه، فيما يخص كارتيرون. مفيش حاجه اسمها كارتيرون جاي، انسوها، على مسؤوليتي او معلوماتي او مصادري. تمام، كوبر اتفتح معاه الكلام والجهاز زي ما انا قلت لحضراتكم كده اتجاه التغيير حتى الان شامل كامل. اوكي اوكي تمام. الوضع ده كده بالحاجات الاعلاميه اللي عماله تترمي دي، ده كلام غلط على اداره نادي الزمالك انها تطلع ببيان الليله تحط النقط فيه على الحروف لراي العام، وتحط في اعتبارها ان في عندنا ماتشين مهمين، وان الكلام اللي عمال يتداول من الصبح ومن امبارح لغايه النهارده عن الاجهزه الفنيه والمفاوضات بتاعتهم معاها، كلام دوت في غايه الخطوره على مسيره نادي الزمالك. الاسماء اللي بيتم تداولها او طرحها على الساحه في منتهى الخطوره، لان في جهاز شغال، في جهاز شغال، وفي لعيبه موجوده، وفي عندنا ماتشين مهمين. فاكرين اللي هو مش وقته ده خالص؟ اهو ده بقى اللي مش وقته ده خالص، اهو ده بقى اللي ايه؟